في محافظة البصرة وتحديدا في إحدى مستشفياتها صور أحد الأشخاص المغذي الذي يعطى للمريض، ويظهر في المقطع المصور أن المغذي مليء بالشوائب، ويقال وفق ما نشر أن هذه الشوائب هي قطن أخلص أو اندمج مع سائل المغذي. فنشاهد. شوف مستشفى المدينة العام، هذا بيقولنا للمرضى داخل جبنة 7/3/2019، واحنا بالطوارئ هسه حالي حرجع عندنا والدي مرض سرطان، جابوا له عفونه مغذي طولنا هذا. شوفوا اخويا حتى كائنات حيه تمشي.